قم مدينة إيرانية تصدر اسمها صحف ومواقع عالمية عدة في الأيام الماضية بعد اكتشاف أول حالتين مصابتين بفيروس كورونا القاتل فيها ووفاتهما أيضا، وهو الأمر اللي تسبب بخوف كبير يمكن تفسيره وإرجاعه إلى أن قم تعتبر مدينة مزارات دينية عند الإيرانيين ويزورها الآلاف يوميا. ومع ارتفاع عدد ضحايا كورونا في إيران وقم تحديدا، دعا مسؤولو الصحة في البلاد إلى تعليق التجمعات الدينية هناك. أما خارج قم وفي عدة محافظات على رأسها طهران، أغلقت السلطات الجامعات للوقاية من التفشي المحتمل لفيروس كورونا اللي المصابين فيه في عموم البلاد تجاوزوا 40 والوفيات صاروا 8. وتزامناً مع تلك القرارات، شهدت عدة مدن إيرانية احتجاجات ليلية بسبب طريقة تعامل النظام مع حالات الإصابة بفيروس كورونا. فغير أنه في ناس احتجت على عدم وجود إجراءات وقائية ضد الفيروس، اتهم البعض النظام الإيراني بعدم الشفافية فيما يتعلق بالأعداد الحقيقية لضحايا الفيروس. خلونا نتوقف مع بعض من لقطات الاحتجاجات. ونبقى في أخبار كورونا داخل إيران مع تحذير غريب من نوعه صدر عن ممثل المرشد الإيراني في قم، وهو محمد سعيدي اللي ترك كل أسباب تفشي المرض واللي صاير في بلاده وقرر يلقي اللوم على أمريكا اللي قال إنها ورئيسها مسؤولين عن اللي بيصير وإنهم سبب رهاب كورونا اللي بيتعمدوا ينشروه في العالم علشان يوروا إنه قم وإيران غير آمنة. وحذر سعيدي الرئيس ترامب من السعي وراء توجيه ضربة ثقافية ومعنوية لمدينة قم تحت ذريعة فيروس كورونا. ممثل خامنئي استند في اتهاماته إلى تهديدات سابقة وردت على لسان ترامب بتوجيه ضربات إلى 52 هدف إيراني من المواقع اللي وصفها بالثقافية.